بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير خلنا نكون واقعيين، إذا أنتون أصدرتون قرار بأن اللي ما ياخذ تطعيم كورونا ما يدخل صالات رياضية، ما يدخل مساجد، ما يدخل مجمعات تجارية، إلخ إلخ إلخ، يعني أنت تتحمل المسؤولية كاملة لأي مضاعفات تصير إليه من جراء فيروس كورونا المعدو والخطير، ولا تحمل المصنع ولا تحمل الممرضين. اللي أصدر قرار هو اللي يتحمل، هو وزارة الصحة اللي خلى كل هالقرارات هذه. لأن ساعة لأن المفروض هو لما يروح ياخذ تطعيم يمكن ياخذ من عند الله أعلم يعني تعهد أنه مسؤول وأنه صاحب القرار. أنت إذا سويت قرارات أنه يمنع من دخول الصالة الرياضية، المساجد، المآتم، المجمعات التجارية، المراكز الصحية، أنت أجبرته أنه يروح يأخذ التطعيم، تتحمل المسؤولية أنت. رسالتي واضحة. مع تحيات أخوكم جعفر خابوري، كن أنت الإعلام البديل. هم كذلك أنا سجلت هالفيديو هذا، أنا أتحمل مسؤولية القانونية كاملة. مثل ما أنت سويت عدة عقبات وأجبرت إن الشخص إنه يروح، إذا ما تروح ما تدخل لا مساجد ولا مواتم، فأنت تتحمل مسؤولية.